المؤتمر العلمي 16 الدولي للعلاج الطبيعي لا للإعاقة، بنشاهد أعزائي المشاهدين ونتابع أحداثه من خلال هذه الحلقة من داخل الجامعة وجامعة القاهرة وكلية العلاج الطبيعي، ابقوا معنا وتابعونا. زملائي الأحبة، اسمحوا لي أن أعطف على اتحادنا العربي الذي أسس بأهداف، ولأهداف أهمها هو الوحدة بين أعضائه من نقابات وجمعيات عربية انطوت تحت مظلته للرقي بمهنة العلاج الطبيعي السامية. هذه المهنة وهذا الاتحاد يحملان رسالة إنسانية واجتماعية ومهنية، كما من أهم أهدافه كان وما زال وسيبقى إيجاد المصف الأمثل في المحطات العالمية لمهنتنا. لا ننكر بأن ما يتعرض له وطننا العربي من مؤامرات عاقة العجلة، ولكنها لم تثنينا عن استكمال المشوار من أجل الأهداف. وبذات ونفس السواعد التي وضعت اللبنة الأولى للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي بلا استثناء، أطال الله لنا بأعمارهم، شاء من شاء وأبى من أبى سنكمل المشوار. أدعوكم من هنا ومن أرض الكنانة، من أرض العروبة مصر، ومن هذا المنبر الحر، ألا تكون مهنتنا ولا اتحادنا ولا اجتماعاته مرتبطة بقرارات سياسية لهذا أو ذاك، ولنعمل بجد واجتهاد واضعين كل الخلافات إن وجدت، لا هي موجودة أصلا خلفنا، متجاوزين للمحن التي يمر بها وطننا من أجل الرقي بمهنتنا، محافظين على ما أنجز وسينجز من أجل مهنتنا السامية، من أجل هذا البلسم الذي أعاد الابتسامة للملايين من البشرية، ألا وهو مهنة العلاج الطبيعي. اليوم باتحادنا استطعنا أن نصل إلى رأس الهرم في وطننا العربي رغم التحديات، ووضعنا الأنظمة والقوانين لمهنتنا، ونفتخر بأنه اليوم أصبح عندنا الDBT العلاج الطبيعي والPhD، وأصبحت الكليات تعمل في كل أنحاء الوطن العربي، ولكم منا كل الشكر والتقدير. الأستاذ الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فيك يا فندم. بنقول عليك ألف مبروك على هذا المؤتمر المتميز وهذا المركز العلاجي الخاص بالإعاقة. أهلا بيك وشكرا لكم، دايما سبقون إن احنا بتساعدونا إن احنا نعمل إعلان عن مشروعنا لإعاقة اللي بتتبناه كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وعشان كده احنا سمينا المؤتمر بتاعنا بنفس عنوان المشروع لإعاقة. لا إعاقة هو المؤتمر 16 الدولي اللي بيقدم فكر جديد ورؤى جديد لعلاج كثير من المعوقين. كيف تجد هذا المؤتمر وكيف تم إعداده ومن هم الذين دعوا إلى حضور هذا المؤتمر؟
الحقيقه زي ما ذكرت ان احنا اهتمينا ان يكون عنوان المؤتمر لا اعاقه، وبالتالي توجهت معظم الابحاث المنشوره في هذا المؤتمر بتتوجه لعلاج ذوي الاعاقه بمختلف درجاتهم ومختلف الاسباب بتاعتهم. بيشترك معانا الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي بجميع المؤسسات بتاعته، بتشترك معانا كمان بعض الابحاث من دول اوروبيه وامريكا، اللي بيشترك معانا مجموعه من شركات الاجهزه اللي بتوفر لنا احدث ما وصل اليه العلم لرفع المعاناه عن ذوي الاعاقه والاسر بتاعتهم. دكتور علاء، يمكن الامل دائما في وجود وسائل علاجيه جديده. المركز القومي اعتقد للاعاقه اللي تم وضعه ووضع لبناته في الاسكندريه او 6 اكتوبر عفوا، كان بدايه قويه لانتشاريه فعاله على مستوى محافظات مصر. كيف تجد هذا المركز، وهل هناك دعم من كيانات مختلفه ام يتحمل او تتحمل كليه العلاج الطبيعي كامل تكلفته ورعايته؟ الحقيقه هو المركز احنا لسه حطينا حجر الاساس ليه، تم تخصيص الارض لنا من جامعه القاهره ووضعنا حجر الاساس للمركز، لكن لسه ينقصنا الدعم المالي لانشاء هذا المشروع. بتتولى كليه الهندسه بجامعه القاهره رسومات مع اشتراك بالاشتراك مع بعض الشركات الامريكيه عشان يتعامل مركز متخصص لتاهيل ذوي الاعاقه، وكليه التجاره بجامعه القاهره هي بتقوم بدراسه الجدوى لهذا المشروع، لكن بينقصنا لسه الدعم المالي عشان نبتدي هذا المشروع. عشان كده يمكن وزاره التضامن احنا فتحنا جمعيه اهليه مشهره تحت مسمى لا اعاقه، ووزاره التضامن ادت لنا خطاب لجمع التبرعات، وايضا البنك المركزي خصص لنا رقم حساب موحد في جميع البنوك اللي هو 110 110، عشان يكون عندنا مشروع تاني زي 57 لكن لذوي الاعاقه، عشان نقدر نخدم اكثر من 15 مليون معوق في جمهوريه مصر العربيه وفي الشرق الاوسط. ايضا لازم يكون لنا نصيب ان احنا نساعد اخواننا في الشرق الاوسط من ذوي الاعاقه. دكتور، بتفتح الجامعه ابوابها حتى المعاقين باي شكل للدراسه داخل الجامعه. سؤالنا، هل كليه العلاج الطبيعي تفتح لاصحاب هذه الاعاقات ايضا جانب للدراسه داخل كليه العلاج الطبيعي؟ هو احنا ذوي الاعاقه بيبقى لهم فعلا مكان في جامعه القاهره. يمكن في كليه العلاج الطبيعي بتطلب بعض القوام بيتطلب مجهود حركي شويه، وبالتالي لازم يكون عنده قدره ان هو يقدر يمسك عيان او يشيل عيان، فبيبقى لنا متطلبات ويبقى لنا يمكن اختبار قدرات عشان نقدر نشوف اذا كان اللي هيخش الكليه قادر ان هو يدي الخدمه دي ولا لا. لكن جامعه القاهره بتستقبل طبعا من ذوي الاعاقه، ويمكن كان في مجلس جامعه القاهره مع استاذ دكتور جابر نصار رئيس الجامعه، كنا اخذنا قرار في المجلس باعاده او اضافه بعض الانشاءات اللي تساعد ذوي الاعاقه في جميع انحاء الجامعه للوصول الى المدرجات، ويكون ليهم حمامات مجهزه ليهم، ويكون لهم مداخل ومخارج ومطالع ومنازل عشان تسهل عليهم الدخول والخروج وتلقي العلم في الكليات المختلفه. منصه المؤتمر شهدت تكريم عدد كبير من اصحاب الاعاقه، وشهدنا حضرتك بتنزل وتقدم للبعض منهم يعني الجانب الخاص بالتكريم. هل تحتاج هذه القاعه، القاعه الخاصه بالمؤتمرات، توظيف جديد لاستقبال اصحاب الاعاقات وخصوصا الاعاقات الحركيه؟ عفوا، هي مصادفه يعني. هي حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، وده اللي تبنته جامعه القاهره عشان نعمل، يمكن ذكرت في من دقيقتين بس في الحديث مع حضرتك ان احنا دكتور جابر نصار احنا خدنا قرار في مجلس جامعه القاهره ان احنا نعمل تعديلات في بعض الانشاءات في بعض المباني عشان نسهل دخول وخروج ذوي الاعاقه، مش بس للمدرجات والمحاضرات لكن ايضا في التكريم وفي حفله قاعه الاحتفالات الكبرى. انا بس عايز اضيف حاجه، حضرتك بتقول ان احنا بنكرم ذوي الاعاقه، الحقيقه ذوي الاعاقه هم اللي كرمونا النهارده ان هم جم معانا، وهم اللي شرفونا وشرفوا جامعه القاهره بحضورهم معانا، هم شرف لينا ان النهارده كنا بنكرم ناس من ذوي الاعاقه حاصلين على ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه وميداليات كتير جدا في الاولمبياد. فانا بقول ان ذوي الاعاقه مش بس عندهم نبوغ في النواحي العلميه زي الهندسه والطب والصيدله والفن والادب، ده اللي مشهور اللي احنا بنشوف دايما وبيضربوا بيه الامثال، لكن احنا عندنا كمان من ذوي الاعاقه احرزوا ارقام قياسيه في مجال الرياضه. انا مش عايز اذكر منهم حد عشان ما انساش التاني، لكن هم فعلا شرف لينا وبيشرفوا مصر وبيرفعوا اسم مصر دايما. الوقايه خير من العلاج. هل يلعب او تلعب أو تشغل كلية العلاج الطبيعي الدور العلاجي فقط، ولا بتقدم أيضا الجانب الوقائي يعني قبل الإصابة ببعض الأمراض؟
أنا الحقيقة أنا هذكر النهاردة، إحنا النهاردة كان في الحفل بتاعنا، كنا بننعي وفاة أستاذنا الدكتور محمد جميل حنك، هو رائد من رواد هذه المهنة في الشرق الأوسط. الحقيقة الدكتور جميل حنك كان ليه مقولة مشهورة جدا، هو كان بيقول العلاج الطبيعي شكله سهل لكن مضمونه صعب، وكان بيقول إن صحة الفرد بتبدأ من مرحلة وهو جنين، لكن لا، هو بيقول أيضا من قبل الزواج لازم تبقى الام تهتم بصحتها. وبالتالي ايضا احنا بنقول ان الجنين وهو في بطن امه لازم نهتم بيه، نهتم بصحته كويس قوي، بصحه الام، برعايتها رعايه صحيه كويسه لحد ما تحصل الولاده، وبعدين يبتدي دور تاني بعد مرحله الولاده. فاحنا عشان نتجنب كل المشاكل زي ما حضرتك بتقول الوقايه خير من العلاج، نبدا من الطفل وهو لسه جنين في بطن امه. دكتور، ماذا عن ورش العمل الخاصة داخل الكلية، وماذا عن ورش العمل أيضا المتواجدة حاليا في أحد الفنادق المصرية؟ ورش العمل دي بتضم الحقيقة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة من العلاج الطبيعي. احنا عندنا بيقوموا حتى بورش العمل ده ناس من دول عربية شقيقة ومن دول أجنبية، بعضهم اتعلموا في مصر يا فندم، بعضهم اتعلموا في مصر وما شاء الله هم مشرفينا بره مصر. احنا عندنا كتير جدا من اولاد كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره بيدرسوا في امريكا وفي اوروبا، وده شرف لينا، وهم اللي بيجيبوا لنا الاجانب عشان يدونا احدث ما وصل اليه العلم عندهم، وهم بياخدوا احدث ما وصل اليه العلم عندنا. انا مش بقول كده تحيزا ولا عشان انا منتمي لكليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، انا عشت في امريكا 15 سنه واخدت الدكتوراه بتاعتي من امريكا، لكن فعلا كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره بتحتل المركز الثالث في العالم في البرامج التعليميه بتاعتها بعد امريكا وكندا. عشان كده الخريج بتاعنا بيقدر يمارس مهنه العلاج الطبيعي في امريكا باجتياز امتحان الترخيص، لكن المعادله بتاعته الحمد لله رب العالمين احنا نسقنا اللوائح بتاعتنا، زودنا لوائح او زودنا عدد سنوات الدراسه في كليه العلاج الطبيعي بقى اصبحت 6 سنوات، وبالتالي المناهج بتاعتنا بقت بتقابل نفس المناهج في امريكا وكندا. عملنا درجه اسمها دكتور مهني في العلاج الطبيعي، اللي بيها بنرفع من كفاءه خريج العلاج الطبيعي مهنيا عشان يقدر يقدم خدمه علاجيه افضل للمريض المصري. جسدية معينة، فأهلهم خدوهم وراحوا يعملوا سباق، ووقفوا طبعا الأطفال عشان يجروا في السباق ده، وزي ما انتوا عارفين بتبقى الأهالي متحمسة جدا عشان الأولاد تفرح وتحقق إنجاز، وهم يحسوا ان هم أولادهم يعني حققوا هذا الإنجاز، وابتدوا يجروا. وفجأة طبعا حركة غير منتظمة، لكن فجأة حسوا، سمعوا صريخ بنت وقعت، فالأطفال بقيت الأطفال بصوا لقوا زميلتهم دي، هم كلهم يعني أطفال في سن الطفولة، وقعت على الأرض نتيجة صعوبة الحركة. في الحقيقة لو الموضوع ده حصل في سباق لما نطلق عليهم الأسوياء كانوا عملوا إيه؟ كانوا سابوه جريوا. أما اللي حصل في الحقيقة إن الأطفال أصحاب الإعاقة التفوا وراحوا راجعين كلهم، قوموا البنت ومشوا في صف واحد لغاية لما وصلوا إلى خير نهاية السبق وكلهم فازوا. القصة دي بتقول لنا إنه في الحقيقة وإن كان هناك إعاقة جسدية معينة أو حتى إعاقة ذهنية، إلا إنه كم الإيثار وكم المشاعر في أصحاب الإعاقة عالي جدا، ويجب أن احنا في الحقيقة
نستغله بل نستنفره فيهم. ويمكن تأكيد على قال الدكتور جابر أنه أسوأ شيء ممكن نعمله أن نعيق الحلم. خليني حلم أو خليني أقول باللغة الدارجة بتاعتنا الحلم. فالحلم الله سبحانه وتعالى حطه في كل واحد فينا، وله الحق أن يحلم. وإخراج هذا الحلم ومحاولة تحقيقه هي مسؤولية مجتمعية كاملة، حكومة وقطاع خاص وقطاع أهلي. وده اللي في الحقيقة الدكتور علاء يعني بنتكلم فيه، ده شيء هام جدا. اللي أنا عاوز أقوله في الآخر إنه الإعاقة إذا لم يساعد فيها المجتمع فستكون نهاية حلم، وإذا ساعد فيها المجتمع هتكون بداية تحقيق الحلم. فلنا أن نختار وأن نتقي الله فيما أراده الله سبحانه وتعالى بمشيئته أن يكونوا أصحاب إعاقة، ولكن ده لا يمكن أن يكون نهاية الطريق. أنا بحييكم وبتمنى للمؤتمر التوفيق إن شاء الله، وزي ما الدكتور جابر قال أن يخرج بإجراءات ولو بسيطة. وبحكم أن أنا أستاذ في الجامعة وكتير بشارك في مؤتمرات، أرجو أن التوصيات تكون قليلة وقابلة للتنفيذ وقابلة للمتابعة. 3-4 توصيات فيهم الخير والبركة يتم متابعتهم وتنفيذهم، عن 30-40 توصية بيبقى صعب متابعتهم. بتمنى لكم التوفيق، وربنا يسعدكم باللي انتم بتعملوه ويجازيكم خير إن شاء الله. معالي رئيس الجامعة، يعني هل سيكون هناك زيادة في أعداد أصحاب الإعاقات في الجامعة، ونعلم أن هناك عدد كبير منهم يريدون الدخول إلى الجامعة؟ لا، الجامعة يعني لا تغلق بابها في وجه أحد، والتحاق الطلاب بصفة عامة في الجامعة يكون عن طريق مكتب التنسيق، وعندما يحول أو عندما يلحق مكتب التنسيق ذوي الإعاقة من الطلاب في كليات جامعة القاهرة نحن نرحب بهم ونمد لهم سبل العون. والحقيقة الجامعة بتقدم يعني خدمات طبية وعلاجية ودراسية واجتماعية لذوي الإعاقة، وإن شاء الله بإذن الله في خلال المدة المحددة وهي 3 سنوات سوف نقوم بالعمل على إنجاز مركز العالمي لخدمات ذوي الإعاقة اللي هو على 17 فدان في الشيخ زايد، لصالح ليس فقط طلاب جامعة القاهرة ولكن لصالح المعاقين في كل مصر. لا إعاقة وهو عنوان المنتظر إن شاء الله يكون يدل عليه بالخير.
الخير والخط ان شاء الله لصالح مرضانا. الاعاقه ليست اعاقه خلقيه او اعاقه ذهنيه او اعاقه مرضيه، لا، هو الشاهد في مصر الان ان هناك من يريد تعكير صف الحياه علينا تعكير، وهي اعاقه تنميه وتطوير مصر الحديثه. اسال الله ان يجعل كيده في نقيه. مصر الحضاره، مصر الاصاله، مصر الكرامه، مصر الارض والعرض، حفظها الله من كل سوء ومن كل داء، هي وشعبها ان شاء الله منتصرين، وستكون مصر عن قريب افضل دوله ان شاء الله. ادعوكم ان شاء الله بعد شهور قليله، اكثر من شهرين ان شاء الله، سنلتقي جميعا في افتتاح افخم وافضل مبنى في الشرق الاوسط، وهو مبنى مهنة العلاج الطبيعي، مبنى النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس، ستكون تشريفكم تمهيدا لمهنة العلاج الطبيعي. وفقكم الله وسدد خطاكم ورعاكم وقوى عزيمتكم، واحفظوا مصر ان شاء الله، مصر ان شاء الله من بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور محمد عمرو، نقيب العلاج الطبيعي في فلسطين ورئيس الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك فندم. دكتور محمد عمرو، حضور حضرتك النهاردة في هذا المؤتمر بيعني الكثير، ماذا عن هذا الحضور؟ هو حضور إلزامي وواجب الحضور لكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، وخاصة لما يتضمنه هذا المؤتمر من أبحاث مهمة تدور حول الإعاقة وأهمية عمل المراكز المتخصصة كما قامت وبادرت به كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، فكان التزاما منا كاتحاد عربي وكمظلة للعلاج الطبيعي في الوطن العربي أن نكون أول الحاضرين. هناك توصيات إن شاء الله ستخرج إلى أرض الواقع من خلال هذا المؤتمر، ماذا عن توقعاتك لأهم هذه التوصيات؟ أهم التوصيات إن شاء الله أنه لا إعاقة، ولكن أنت تعلم ما يدور بالوطن العربي وهذه الغيمة السوداء التي ألمت بوطننا العربي، ظلت بظلالها على العديد من أصحاب ذوي، أظهرت عنا العديد من أصحاب ذوي الإعاقة الذي نتمنى أن نكون نحن الأقرب لهم، ودائما أخصائي العلاج الطبيعي من أجل تقديم الخدمة الأفضل وعمل ما هو مطلوب منا كأصحاب مهنة هي من أحد فروع الطب الحديث. فأنا أتوقع التوصيات التي ستساهم في وضع الحلول والحد والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور محمد عمرو، بنقول الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي وحضرتك رئيسه بيدعم دائما المراكز العلاجية وبيدعم أيضا الكليات والجامعات العربية، ماذا عن الدعم المقدم لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وما تنوي أو ينوي الاتحاد أن يقدمه ليه؟ والله شوف، هي جامعة القاهرة هي التي تدعم الاتحاد صدقا، ولكن نحن ندعم بما أتينا من إمكانيات بالتعاون بالأبحاث. ليس هناك عندنا إلا الطاقة البشرية من اختصاصي العلاج الطبيعي في الوطن العربي، فهم سيكونون جنود مسخرون للعمل من أجل النهوض والرقي بهذه المهنة. ماذا ترى في المركز الإعاقة الذي سيوضع من خلال هذه الكلية، كلية العلاج الطبيعي، والذي سيقدم خدماته إلى مستوى محافظات مصر ويمتد إلى الوطن العربي أيضا؟
يعني هو نحن نفتخر بما أنه هو سيكون المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لما يمتاز به من إمكانيات وتجهيزات وإعدادات، كما أن هناك طواقم ستكون مميزة بالإشراف عليه، فهو سيكون عنوان للشرق الأوسط بأكمله إن شاء الله. أنا متوقع أنه سيكون هناك زيارات لذوي الاحتياجات لهذه المراكز، ولنا كاتحاد عربي وكدول عربية سنعتبره مثلا للرقي بهذه المراكز في الوطن العربي إن شاء الله. أهمية وجود مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالإعاقة؟ يعني هي تعمل من أجل الرقي بتطوير المهنة لتقديم الخدمة، نحن نتطور من أجل أن نقدم الخدمة الأمثل، فهكذا مؤتمرات وهكذا أبحاث ستساهم في وضع ما هو مطلوب منا كأطباء العلاج الطبيعي واختصاصية علاج طبيعي في الوطن العربي، كيف نقدم الخدمة الأمثل لنساعد ونساهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومشان حاليا. فهذه المؤتمرات هي عمود فقري أنا أعتبره لمهنة العلاج الطبيعي وللمهن المساندة الأخرى كالعلاج الوظيفي والعلاج التأهيلي بشكل عام. فنحن نعمل بمثل هذه المؤتمرات من أجل وضع استراتيجيات مستقبلية للرقي بمهنتنا إن شاء الله. الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي وحضرتك رئيسه والاتصال الخارجي بالدول الأجنبية والأوروبية، ماذا عن هذا الاتصال؟ وهل سينقح بفكر جديد أو برؤية علاجية جديدة ووسائل علاجية جديدة أيضا؟ نحن في الاتحاد العربي بعلاقة طيبة مع كل الزملاء في العالم، وهناك لنا أمانة عامة واتحاد يعمل من أجل التواصل المستمر على مستوى الاتحاد العالمي وعلى المستويات الأخرى في العالم كله. دائما نعمل مؤتمرات في الوطن العربي ببيروت، بعمان، بفلسطين، بكل الوطن العربي وهنا بمصر، لنبحث عن ما هو الأفضل ونبحث عن علاقات أفضل ونبحث عن أيضا أصدقاء لنا في الوطن العربي نتمنى أن يكونوا بيننا دائما وأبدا، لنعمل ما هو مطلوب منا دائما بكل حرفية ومهنية إن شاء الله. الأستاذ الدكتور محمد عمرو نقيب العلاج الطبيعي بفلسطين ورئيس الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي، شرفنا يا فندم بلقائك ومزيد من التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا شكرا. بيأثر على مجريات حياة الأسرة بأكملها، فإحنا بنتكلم على 60 مليون مصري بيعانوا بسبب الإعاقة. تخصيص جامعة القاهرة مساحة 17 فدان في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مثل هذا المركز بترفع به المعاناة عن كل ذوي الإعاقة وأسرهم، بتساهم في رفعة المجتمع. إحنا بنقدم للمجتمع كل قدرات ذوي الإعاقة. أنا مش بساعد ذوي الإعاقة، أنا بساعد المجتمع إن هو يستغل قدرات ذوي الإعاقة. النهارده هنلاقي كتير جدا من ذوي الإعاقة مش بس عندهم نبوغ في العلم والطب والصيدلة والهندسة والفن والأدب، لكن حتى في فروع الرياضة ذوي الإعاقة أثبتوا إنجازات ممكن من غير الإعاقة ما يقدروش يحققوها. مركز لا إعاقة إن شاء الله هيكون متضمن مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل، هيبقى فيه مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، هيبقى فيه مدرسة لذوي الإعاقة،
هيبقى في مدينة ألعاب ترفيهية ومدينة ألعاب أولمبية. الهدف من مركز التأهيل هو تأهيل ذوي الإعاقة للدمج في المجتمع المعوق. احنا ما عندناش فرد معوق، لكن عندنا مجتمع معوق بهيئاته ومؤسساته وطرقه وشوارعه وكل الإنشاءات اللي فيه. عشان كده الهدف الأساسي من إقامة هذا المشروع هو تأهيل ذوي الإعاقة للدمج في المجتمع عشان نقدر نخدم المجتمع ويخدم نفسه. أنا برحب بكم مرة تانية في هذا المؤتمر، برحب بالسادة الضيوف المشرفين من الدول العربية والدول الأوروبية لإحياء هذا المؤتمر، وبنشكركم إن شاء الله للتواصل معنا ونشترك كلنا عشان نحقق الحلم الكبير وإنجاح مشروع لا إعاقة لخدمة ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية بأكملها. المشروع ده إن شاء الله هيبقى له استكمال في محافظة جنوب الوادي ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية. أهلا بكم وشرفتونا، وإن شاء الله نستفيد كلنا من هذا المؤتمر. السلام عليكم. جميعا تعلموا مقدار البحث العلمي والنشر الدولي اللي بتقوم به جامعة القاهرة واللي بيساهم في كلية العلاج الطبيعي مساهمة قوية في هذا المجال. أنا عايز أقول بس نقطة أخرى يمكن تغفل على بعض غير العاملين في القطاع الطبي، إن الأستاذ في القطاعات الأخرى له مهمتين فقط وهما التدريس والبحث العلمي. أما الأستاذ في كليات القطاع الطبي ومن ضمنها كلية العلاج الطبيعي له 4 مهمات، بالإضافة للتدريس والبحث العلمي فهو مهتم بعلاج مرضى ومهتم بتدريب الأطباء وشباب أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الأدوات وكيفية علاج المرضى. فكل أستاذ في القطاع الطبي يقوم ب4 مهمات وليس فقط مهمتين كما يقوم بهم الأعضاء في باقي الجامعة. فمن هنا أنا بحيي كلية العلاج الطبيعي على النشاط القوي بتاعها، وبقول إن خلال السنة الماضية تم اعتماد وتم تخصيص قطعة أرض الدكتور علاء ذكرها واللي هتكون نواة لمركز التأهيل اللي هيخدم مش بس جامعة القاهرة ومش بس مصر لكن الوطن العربي كله. وبأتمنى لكم مؤتمر ناجح، وبأتمنى لكم بحث علم موفق وإلى الأمام دائما، وشكرا جزيلا. حقيقة الأمر تتبدى أهمية هذا المؤتمر في أنه يلامس قضية من أهم القضايا
التي يجب أن نعمل لها وأن ننشغل بها. فالإعاقة الحقيقية هي تخلي المجتمع والدولة عن رعاية ذوي الإعاقة وتفهم حاجاتهم وحل مشاكلهم واستثمار طاقتهم فيما ينفع الناس وما ينفع المجتمع. إن مجتمعنا المصري والعربي قد تأخر كثيرا في الاهتمام بذوي الإعاقة وفي رعاية شؤونه، ولن يكون ذلك في حقيقة الأمر إلا بالعلم والعمل الجاد على استثمار طاقات هؤلاء الأشخاص الذي هي طاقات مبدعة وطاقات كبيرة ومهمة أن تضاف إلى رصيد المجتمع في كل مجالاته. ولذلك أحيي كلية العلاج الطبيعي وأوقن تماما أن جهود هذه الكلية الوليدة في جامعة القاهرة والتي ولدت متميزة وولدت وهي تكافح من أجل إرساء قواعد مهنية وعلمية لعلم العلاج الطبيعي ولمهنة العلاج الطبيعي، وكان قدر الله رحيما بها، إذ أيضا آذرتها نقابة للعلاج الطبيعي في جمهورية مصر العربية قوية، دافعت عن المهنة ودافعت عن أعضائها ودافعت عن حقوقهم، وفي القلب منها النقيب المتحمس دائما الأستاذ الدكتور سامي سعد. وكذلك على مستوى الوطن العربي وما يؤدى لهذه المهنة من جهد متميز أدى إلى تميز هذه المهنة ووجودها وتبلورها وأيضا استقلالها والإحساس الذي تنامى لدى الكثيرين من الشعوب والمواطنين العرب والمصريين بأهمية هذه المهنة وضرورتها، ولا سوف تشهد الأيام القادمة اهتماما كبيرا بمهنة العلاج الطبيعي لما لها من أهمية كبيرة جدا، سواء كمربع مهم وفاعل في المنظومة العلاجية والطبية في أي دولة من الدول، وكذلك كعلم مهني كعلم لمهنة من أهم المهن التي تساعد على محاربة المرض وشفاء المرضى. أحيي هذا الجهد وأدعو إلى تكراره والزيادة فيه، وأدعو أيضا إلى أن يخلص المؤتمر في الحقيقة وهو قد جاء بعنوان جيد، لأنني كما قلت أن الإعاقة الحقيقية هو عدم الاهتمام بذوي الإعاقة وإطلاق طاقاتهم وأيضا الاهتمام بهم وباحتياجاتهم. أرجو أن يخلص المؤتمر إلى رشدة إجرائية، إذا جاز التعبير بلغة الطب، إلى رشدة إجرائية لعلاج المشكلات التي تحيط بهذه أو بذوي الإعاقة. ففي ظني قد كثر البحث حول ماهية المشكلة وما كيف تكون وتأثيراتها الإيجابية والسلبية، ولكننا نعتقد أننا بحاجة إلى رشدة إجرائية، إجراءات يجب أن نتبعها وتتبعها الدولة وتتبعها كل المؤسسات الحكومية والخاصة حتى يتحقق هدف هذا المجتمع لا إعاقة وينتهي تماما التمييز بين ذوي الإعاقة وبين غيرهم، التمييز السلبي بإهمالهم وعدم الاهتمام بحاجاتهم و
وعدم العناية بأمورهم، فتلك ثقافة ويجب أن نؤصل لاحترام هذه الثقافة ولتطبيق هذه الثقافة، ويجب أن نحمل المجتمع حملا على أن يهتم بهذه الثقافة وأن يتحدث بها وأن يطبقها وأن يعيش بها. نحن نحتاج إلى رشدة إجرائية، ليس فقط إلى أبحاث علمية تصنف المشكلة وتحدد مداخلها وتحدد مخارجها، ولكننا نحتاج إلى إجراءات كيف نطبق ما يمكن أن يصل إليه هذا المؤتمر من نتيجة أنه لا إعاقة، كيف نطبقه في مؤسسة من المؤسسات كجامعة القاهرة مثلا أو أي مصلحة حكومية أخرى أو أي وزارة، ومتى نصل إلى أن نقول أن مؤسسة معينة يكتب عليها أن ليس بها إعاقة وإنما بها تكامل بين البشر الذين يعيشون فيها، تنطلق إمكانياتهم وتنطلق ما يملكون من قدرات لخدمة هذا المجتمع والعيش به. أحييكم أجمل تحية وأقدر لكم بحثكم ودأبكم وعملكم، وأدعو الله عز وجل أن يكون ذلك كله في ميزان حسناتكم وأن ينفع بهذا المؤتمر وعلمه وعلمكم الخلق والمجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي بالدكتور حسان سرسك أستاذ العلاج الوظيفي بالجامعة الأردنية، ومعنا أيضا الدكتور حمادة عيد أستاذ العلاج الطبيعي بالقصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. الأستاذ الدكتور حسان سرسك، طبعا نورت وشرفت مصر، وجودك النهاردة وحضورك في هذا المؤتمر بيعني الكثير. أهمية هذا المؤتمر من وجهة نظرك وحضورك فيه، كيف كانت الإفادة والاستفادة أيضا من جنباته المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. أنا يشرفني أني أكون معكم اليوم، وشكرا على الدعوة. الجامعة الأردنية كمان بتبعت تحياتها للشعب المصري ولجامعة القاهرة بالتحديد. إن شاء الله الاستفادة راح تكون أكيد عظيمة بوجود أساتذة عظام منهم الدكتور حمادة. إحنا تلاميذ عند الدكتور حمادة كنا سابقا، وإن شاء الله في المسيرة نحو لا إعاقة بإذن الله. اليوم أنا راح أحكي عن العلاج الوظيفي بالتحديد ودوره في تسهيل حياة الأشخاص، نحكي ذوي القدرات الخاصة وليس ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن شاء الله تكون الإفادة للجميع ونتشارك بعض الأفكار، وبالنهاية يكون في عنا توصيات إن شاء الله لمجتمعنا المحلي والإقليمي والدولي بإذن الله. دكتور حمادة عيد، وجود دكتور حسان سرسك في مصر بيعني الكثير، يمكن زي ما قال هو تتلمذ على ايد حضرتك وكانت هناك زيارات متبادلة. دور المجتمع العربي والفلسطيني ايضا في تقديم الخبرات ونقل الخبرات من مصر الى فلسطين، ماذا عنه؟ حقيقي لما بدأت كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية في عمان كان على يد قسم العلاج الطبيعي، كانت على يد الأساتذة المصريين
يعني احنا بفضل ربنا قدرنا في ظرف يمكن 10 سنوات تكون هناك قسم للعلاج الطبيعي، لكن الأردن ما شاء الله بدأت من حيث انتهى الآخرون وعملت كلية علوم التأهيل فيها 4 أقسام. الدكتور حسن سنسكر من تلامذتنا ومن اللي احنا بنشرف بيهم، ففي الأردن هناك قسم العلاج الطبيعي متميز، وطبعا زي ما انت عارف المؤتمر العلمي بتاع كلية العلاج الطبيعي كلنا بنسعد فيه وبنتمنى ان العالم العربي كله يشارك فيه، والعنوان بصراحة عنوان احنا في اشد الحاجة ليه نظرا ليه للاضطرابات الموجودة، وان احنا عايزين نساعد ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقات، ان احنا عايزين العالم العربي كله ان شاء الله يكون كله خير وسلام ومفيهوش اي اعاقات. لا للإعاقة والمؤتمر الدولي 16 الذي تشهده جامعة القاهرة وترعاه الجامعة وكلية العلاج الطبيعي، نقلنا لحضراتكم من داخل رحاب جامعة القاهرة، نرجو أن نكون قدمنا لسيادتكم كل ما هو مفيد في إطار العلاج الطبيعي. إلى أن نلقاكم، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.